واحد ممكن يسألني ومتى ينتهي العشاء؟ يعني الدارج عند كثير وهذا اعتقاد خطأ انه صلاة العشاء تمتد حتى الساعة 12، وهذا الحكي اخواني ليس بالسليم، ليس بدقيق. صلاة العشاء وقتها ينتهي حتى منتصف الليل، حتى منتصف الليل. شو يعني حتى منتصف الليل؟ امتى بيبدأ الليل؟ قلنا الليل يبدأ بعد صلاة المغرب. طب متى ينتهي الليل؟ ينتهي الليل بطلوع الفجر، بطلوع الفجر. بمجرد ما ان يطلع الفجر، والبعض يقول تشرق الشمس، يعني مع اختلافات في الآراء، يعني ناخذ الوقت ما بين صلاة المغرب وطلوع الفجر أو شروق الشمس ونقسم الوقت إلى المنتصف. هذا الوقت لما نقسمه إلى المنتصف يصبح عندنا شو اسمه؟ هذا آخر وقت صلاة العشاء، فيصبح هذا آخر وقت لصلاة العشاء. فلذلك إخواني، يعني إذا أنت صليت قبل أو داخل وقت صلاة العشاء هذا اسمه قيام ليل، وإذا أنت صليت بعد وقت العشاء شو اسمه؟ اسمه تهجد. والبعض ربط كلمة التهجد بالنوم، يعني إذا أنت نمت وفقت في وقت ما متأخر في منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل فأنت تصلي التهجد، والبعض لا زال يطلق عليها قيام ليل. بغض النظر عن التسمية، هي قيام ليل أو تهجد. فأفضل صلاة قيام الليل أو التهجد كما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 8 ركعات. يعني هو معروف أنه صلى ركعتين وصلى 4 وصلى 6 وصلى 8 وصلى 10 وصلى 12، يعني كل الإمكانيات اللي أنت بدك إياها يعني حادثة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لو قلنا أغلب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول أنه أغلب صلاته كانت 8 ركعات، ركعتين ركعتين، وبين كل ركعتين في تسليمة يسلم فيها ويقوم لركعتين أخرين، ركعتين أخرين. فثمان ركعات يعني تصلي تنتين 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 تنتين، وبعدين في عندك الوتر. وأكثر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر كانت 3 ركعات، لكن تستطيع أن تصلي ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 وهكذا. ولكن يعني وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر 3 بتسليمة واحدة، وصلى الـ3 ركعات بتسليمتين، يعني ركعتين مع تسليمة وركعة مع تسليمة. أما لو سألنا أكثر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوتر فنقول أنه أكثرها كانت تصلي 2 بتسليمة وركعة بتسليمة، هذا أكثر صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تصلي، هلأ ماذا تقرأ في الـ8 ركعات اللي أنت بدك تصليهم ولك الحق أنك أنت تمدهم؟ وإحنا في شهر رمضان يعني كنا نعلم، يعني في المسجد الأقصى المبارك كنا نصلي 20 ركعة، هناك من يصلي 8 ركعات ثم يوتر ويذهب إلى بيته، هناك من يصلي 8 ركعات ولا يوتر ويذهب إلى بيته ويكمل، هناك ركعات أخرى ثم يصلي الوتر بعدها، هناك من كان يصلي 20 ركعة في المسجد الأقصى ويوتر ثم يذهب إلى بيته، هناك أيضا من كان يصلي 20 ركعة في المسجد الأقصى ثم يذهب إلى بيته ويصلي في بيته ثم يختم بالوتر. الوتر مرة واحدة، الوتر صلاة الوتر مرة واحدة، يعني إذا أنت صليت وتر في المسجد فلا تعيد الوتر ولا تصلي وتر في بيتك، حتى لو أنك بدك كمان تتنفل كمان في جوف الليل لك أن تتنفل حتى لو كنت مصلي الوتر قبلها، ولكن الوتر مرة واحدة سواء في المسجد أو في البيت. أما لو سألنا أفضل، فالأفضل أن نؤخر الوتر إلى آخر شيء، يعني تصلي كل صلواتك سواء في المسجد أو في البيت ثم آخر شيء توتر تختم هذه الركعات التي تريد أن